عبر زوم الحقيقة من الدوحة زهير أوسعدي، رئيس تحرير مجلة أونز مونديال الفرنسية. أهلا بك يا أستاذ زهير. وبالمناسبة طبعا مجلة أونز مونديال واحدة من أقدم وأهم المطبوعات العالمية في كرة القدم، وأعرق وأشهر أيضا المطبوعات العالمية في كرة القدم. أستاذ زهير أهلا بيك، أهلا، منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. بليزير، السلام عليكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم. بما إنك في الدوحة، هنبدأ مباشرة من المفاجأة المغربية امبارح وصعود المغرب لربع نهائي كأس العالم، لأنه الحقيقة على حساب منتخب كبير ومرشح لهذه البطولة هو المنتخب الأسباني. وبما أننا كلنا الحقيقة كمصريين امبارح 120 مليون مصري كان بيساند منتخبنا المغربي، فكلنا الحقيقة نفسنا نعرف أصداء هذه المفاجأة سواء في الدوحة أو في تغطية أونز مونديال. بالفعل نحن كعرب نحن فخورين فعلا بتواجدنا وبهذا الفوز العظيم في كل العالم العربي. هذا فوز يدعو للفخر. أنا فرنسي جزائري، ولكن أنا فخور فعلا بكوني عربي. هم لعبوا بقوة، لعبوا بأداء رائع، هم هزموا المنتخب البلجيكي أيضا ما كان مرشح للفوز باللقب. لعبوا مباراة قوية أمام كرواتيا الذي لعب في المباراة النهائية في كأس العام الماضي، والأمام إسبانيا الآن يتعادلوا تعادل سلبي ثم يفوزون بهذا الفوز. هم لاعبون فعلا على بجودة عالية، أدوا أداء يدعو للفخر. طيب، هل حضرتك كنت تتوقع هذه المفاجأة المغربية بالوصول إلى دور الثمانية ويصبح من الثمانية الكبار في العالم؟ بصراحة نعم، نعم طبعا، لأن الفريق المغربي بالنسبة لي هو أفضل فريق في إفريقيا. هو يمتلك أفضل حارس مرمى بياسين بونو، هو أفضل حارس مرمى من وجهة نظري. الدفاع أشرف حكيمي، المدافع الرائع نصير مزراوي، هم لاعبون على قدر عالي ورائع من الأداء. إذن هم لديهم إحدى أفضل الثنائيين موجودين في العالم في الدفاع. رومان سايس لاعب بطل بمعنى الكلمة، رومان سايس في إفريقيا على المستوى الدفاعي. أنا أرى أنه ويوجد مرابط، ملاح، حكيم زياش، بوفال ونصيري، كلهم لاعبون مميزين فعلا. ولكن أعتقد أن هي مفاجأة للناس الذين لا يتابعون المنتخب المغربي، ولكن ما يتابع اللاعبون المنتخب المغربي لم تكن بالنسبة لهم مفاجأة. وأيضا المدرب وليد الغافي هو يستحق هذا النجاح. طيب، المنتخب المغربي سيواجه المنتخب البرتغالي في واحدة من أفضل النسخ للمنتخب البرتغالي، خصوصا لما بيكون بيلعب بدون رونالدو. المباراة السابقة كانت مختلفة عن بقية المباريات اللي قبل كده بالنسبة للمنتخب البرتغالي. كلنا بنحب رونالدو، ولكن هذه هي الحقيقة، إن المباراة السابقة مختلفة تماما عن بقية المباريات. هل تفتكر إن المنتخب المغربي يستطيع أن يقف أمام المنتخب البرتغالي بدون رونالدو؟ ما أعتقد أن البرتغال لن تذهب بمباراة سهلة فيها، ستكون مباراة صعبة بالفعل. المنتخب المغربي يمتلك دفاع قوي كما قلنا، يستطيع أن يقفل كل المساحات أمام البرتغال حتى مع إمكانيات لاعبي البرتغال، ولكن أعتقد أنها ستكون مباراة مغلقة من وجهة نظري الشخصية، لأن أيضا المنتخب المغربي يمتلك أحد أفضل المهاجمين. وأعتقد ولكن ما يؤثر على المنتخب المغربي هو أنهم فعلا فعلا تعبين ومجهدين بعد المباراة الطويلة على المستوى البدني، ولكن هذا هو المستوى الذهني، لابد من إعطاء أفضل شيء، أفضل ما لديك طبعا. ايضا خلي بال حضرتك ان المواجهه ما بين وليد الركراكي وطريقه لعب وليد الركراكي وسانتوس في مثل او في بعض المباريات او معظم المباريات بيلعب تقريبا بنفس الشكل اللي بيلعب بيه وليد الركراكي، اللي هو بيقفل بشكل جيد جدا
في وسط الملعب ويلعب على الهجمات المرتدة. هل هنشوف تغير في شكل الخطة سواء بالنسبة لسانتوس أو بالنسبة لوليد؟ أعتقد أن المغرب في نصف النهائي لماذا يغيرون الخطة؟ أعتقد أنهم لابد من الحفاظ على نفس الطريقة. هم لديهم الإمكانيات ما تجعلهم مؤهلين للفوز ومؤهلين لأداء مباراة رائعة. مثل يوجد ديشو مدرب منتخب فرنسا على سبيل المثال، في بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد ولكن يبقى في الدفاع ويستطيع اللعب بالهجمات المرتدة ويفوز أيضا. ولكن المنتخب الفرنسي لديه تنظيم رائع ولهذا يفعل هذا. أردت أن أقول فقط مثال. طيب، توقعاتك للمربع الذهبي في كأس العالم؟ عذرا لم اسمع السؤال. السؤال ان هو هل من سيكون اطراف نصف النهائي؟ توقعاتك للمربع الذهبي في كاس العالم. اعتقد ان انه شيء معقد ان اقول، شيء صعب بصراحه. اتمنى ان المغرب تصل، كما اني عربي مسلم ولهذا اتمنى وجود تواجد المغرب في المربع الذهبي. ولكن هو صعب، ولكن هو حتى افريقيا تتمنى وكل العالم العربي في كل مكان يتمنى صعود المغرب للمربع الذهبي. ولكن اعتقد ان منتخب فرنسا سيكون متواجد، هو اقوى فريق من وجهه نظري في العالم. لديهم كيليان امبابي، لديهم ديدي ديشو المدرب العظيم، ولاعبون رائعون. مدرب هو فاز بكاس العالم. البرازيل ايضا بما لها من قوه هجوميه كبيره جدا ووسط ملعب. الحقيقه كاسيميرو عامل بطوله رائعه الحقيقه، ايضا لهم حظ كبير جدا. الارجنتين مع ميسي، هي اعتقد ان هي بطوله الرجل الواحد. يعني لو تتذكر بطوله 86 كان مارادونا، ولكن الارجنتين خدتها في 86. هل من الممكن ان نرى ميسي يقود الارجنتين للفوز بهذه البطوله؟ إذا أردت أن أجاوب على هذا السؤال، بالنسبة للبرازيل أنا متفق تماما مع حضرتك. البرازيل قوي جدا، وبالأخص نيمار. نيمار عندما يكون في أفضل حالاته فعلا يكون مختلفين. عندما تلعب البرازيل بدون نيمار يكون مستواهم فعلا متوسط، ولكن عندما يلعب نيمار نرى أداء رائع من البرازيل. فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط، حضرتك وضحت كازيميرو. هو فعلا كازيميرو اللاعب الذي يصنع الفارق، هو ونيمار هما بالنسبه لي هما الافضل. وبالنسبه للمنتخب الارجنتيني، نعم اعتقد ان ميسي هو فقط ميسي. ما اذا اراد ان يستطيع ان يصنع الفارق كما حضرتك كما قلت في كاس عالم 86 مع مارادونا، هو فعلا ما فعل هذا. ولكن بالنسبة لي أعتقد صعب جدا أن الأرجنتين أن تفوز. رونالدو مستقبله، هل من الممكن أن يلعب رونالدو في الدوري الفرنسي؟ يفكر في العودة للبرتغال، النصر السعودي، هل هذا العرض حقيقي؟ أعتقد بالنسبة للدوري الفرنسي، لا أعتقد أن رونالدو سيذهب إلى الدوري الفرنسي. لا أرى أن بي جي لن تضم باريس سان جيرمان، لن تضم لديهم ميسي ومبابي، لن يضم كريستيانو رونالدو. ولكن في فريق آخر كبير في فرنسا، لا أعتقد من الممكن في البرتغال أن يضم رونالدو. ولكن الأقرب هو السعودية. أعتقد أن السعودية هي الأقرب لضم رونالدو، لأنهم سيعطوه مرتب كبير جدا، مرتب هائل، هو ما ممكن أن يذهب إليه. ولكن هي فرصة جيدة على المستوى المادي من وجهة نظري. طيب، أبرز مفاجأة في كأس العالم من وجهة نظرك، هل هي مثلا فوز السعودية على الأرجنتين، فوز تونس على فرنسا، أي هذه، فوز الكاميرون على البرازيل؟ مفاجآت كثيرة جدا ولكن لم تكتمل. أي نعم، ولكن هي بالفعل المباراة الواحدة مفاجأة. أعتقد السعودية كانت المفاجأة الأكبر بالنسبة لي. السعودية كانت أول مباراة في كأس العالم، كانت مباراة أمام الأرجنتين، وهم لعبوا مباراة فعلا رائعة. لاعبون
كبير فعلا ومدرب رائع فيرينار، بالنسبة لي هي المفاجأة الفعلية، لأن البرازيل والكاميرون كانت الموضوع منتهي، والبرازيل كانت صعدت من دوري المجموعات، ولكن هي السعودية ما فعلت المفاجأة التي تستحق أن نكون فخورين بها لنا كعالم عربي بالكامل. فعلا هم أدوا أفضل ما عليهم. أخيرا أستاذ زهير، التنظيم لكأس العالم في قطر، أو كيف ترى كأس العالم منذ بدايته وحتى الآن؟ فعلا رائع، أنا أفضل كأس عالم من وجهة نظري في التاريخ. منافسة صعبة، ولكن أنا ذهبت إلى العديد من البطولات لم أرى مثل هذا التنظيم من قبل. هو فعلا تنظيم لم يسبق أن يحدث في العالم. القطريين شعب ترحاب بشكل رائع، كل شيء هم يساعدون بكل بطريقة واضحة، لا يوجد عنف، لا يوجد طريقة سيئة في المعاملة. فعلا فعلا كل على سبيل المواصلات كل شيء رائع، كل وسائل الراحة التي تجعل الناس سعداء موجودة في قطر. وشكرا لقطر وشكرا للوطن العربي على استضافة هذا الحدث الكبير في البحرين، في السعودية. نتمنى لكل العرب وفي المغرب، في مصر، في تونس، أتمنى أن ينظموا مثل هذه الأحداث التي تجعلنا فخورين. وكأس العالم أيضا مع الدول العربية مجمعة تستطيع أن تنظم كأس العالم. وشكرا للأستاذ زهير أسعدي، أنا بشكرك جدا على وجودك معنا وكل هذه المعلومات. شكرا جزيلا للأستاذ زهير أسعدي، رئيس تحرير مجلة أونز مونديال.